تكفى دائما علق على باب المكتب. اي تشيك لي اخر رقم 356. يلا تكفى ناطرك، ها بشرني. يلا ماشي. الو هلا يمه، مشغول الحين، مو وقته، كلمي محمد انا مشغول. يلا يلا باي، ما اقدر ما اقدر ما اقدر. يلا الو هلا والله، ها بشر بي ماينس. الله يبشرك بالخير. اوف والله اني محظوظ، ما شلون طلعت من هالماده هذه. اي يبا لك البشاره، لك البشاره. اي خلاص ماشي ماشي، اليوم العزيمه اليوم ان شاء الله. يلا اخيرا. صدق انك محظوظ بخصوص المادة؟ والله مو متصور شلون مشت معاي، يعني الشباب كلهم درسوا وشدوا حيلهم، انا قلت قبل الامتحان بساعتين يمكن على الماشي ومشت على البركة، عرفت شلون؟ والله بس انا ما اقصد هذا الموضوع. ليش تقصد؟ امك تدق عليك. إيه؟ تعرف يعني شنو امك تدق عليك؟ انا ودي لو اشوفها لو ثواني، فما بالك اسمع صوتها. تدري لو اسمع صوتها يمكن ما اسد التليفون، خليها تسولف وتسولف ساعات، يمكن انت ما تحس باللي انا احس فيه الحين، بس لحظه راح تمر عليك لحظه تفهم اللي انا قاعد اقصده الحين. وقتها ما راح تستانس ولا تفرح انك جبت بي بالمادة، بالعكس راح تفرح اللي دق عليك طلبات ما تخلص، طلبات ما تخلص. تدري لو امي عايشة سميها، سميها اغلى ما بالكون. ما اقدر اوصف لك شعوري او شنو اقدر اسميها، الفرحة مو بالدرجة، الفرحة ان امك دقت عليك. انا بعطيك نصيحة واحدة بس، انا عندي باب من ابواب الجنة تسكر، انت لحق على بابك قبل لا تسكر بعد عمر طويل ان شاء الله. الو هلا يما، اي امر ايش بغيتي؟